برام الداه عبيد ما سماه عدم تضمن اتفاقية تعاون الثنائي بين موريتانيا والسنغال بشأن استغلال حقل الغاز المشترك بنودا لحماية العمالة الموريتانية. وقال العبيد في تصريح لقناة المرابطون إن العمالة الموريتانية تخضع للمضاربة دون ضمان حقوقها في التغطية الصحية، متهما السلطات بالتعنت إزاء ذلك. في هذه الاتفاقية غاب تماما أي بنود حماية الرواتب هذه العمالة اللي يضارب فيها واللي تنقبض كرواتب حقيقية من عند الشركات الأجنبية، وينعطى حماية الحق عشرها للعمالة الموريتانية وبدون أي ضمان وبدون أي تغطية للصحة وللحقوق الأخرى والحماية الاجتماعية الأخرى. هذا أمر خطير، ونشوفه عن السلطات الموريتانية متعنتة عليه.